اتكلمنا يا جماعة في الدرس الأولاني عن يعني إيه أي، يعني إيه في، يعني إيه آر، وقلنا إن الأي بتساوي ها كيو على تي، في بتساوي دبليو على كيو، آر بتساوي ها في على أي، وقلنا إن القانون ده خلي بالك اسمه إيه؟ قانون أوم. طيب لو أنت عايز من هنا تعال تطلع الوحدات، الاي بتتقاس بالامبير والكيو بتتقاس بالايه بالكولوم ها، والتي اللي هي الزمن بتتقاس بالايه بالثانيه، يبقى امبير بتساوي ها كولوم على ايه على ثانيه. فرق الجهد بيتقاس بالفولت ها، الورك او الشغل بيتقاس بالجول، الكيو اللي هي كميه الايه كميه الشحنه بتتقاس بالكولوم، المقاومة بتتقاس بالأوم، الفي بتتقاس بالفولت، الاي بتتقاس بالامبير. دي اول حاجة انت ممكن تطلعها من كل قانون انت ايه حفظته. تاني حاجة عايز تعرف ايه بقى ها شدة التيار، عايز تعرف شدة التيار. انا مش مستني منك تقعد تحفظ الديفينيشن لانك ممكن تطلعه من القانون. شدة التيار هي كمية الكهربية التي يمكن نقلها ايه في زمن قدره قد ايه؟ 1 ثانية. على جنب كده يا جماعه 3 بتساوي 3 على 1، انا ما غلطتش، انا قلت ده هو ده لما يكون ده بواحد، يبقى ها تعريف الايه شده التيار هي كميه الكهربيه التي يمكن نقلها في زمن قدره قد ايه؟ 1 ثانية. طيب عايزين نعرف ها فرق الجهد، هو الشغل المبذول لنقل كميه كهربيه قدرها قد ايه؟ 1 كولوم من نقطه لنقطه. طب عايزين نعرف مين ها مقاومة السلك، هي ها النسبة ما بين فرق الجهد لمين لشدة التيار، أو في تعريف تاني اللي هي إيه بقى، هو يعني إيه كلمة ريزيستنس بالبلدي كده، يعني سلك بيقاوم الكهرباء، يعني إيه بقى رغبة السلك في عدم مرور تيار كهربي خلاله، ها يعني إيه بقى مقاومة يا جماعة، يعني إن السلك مش عايز يعدي كهرباء جواه، ده تعريف. والتعريف الثاني ها النسبة ما بين فرق الجهد ومين والتيار الايه الكهربي. طيب الحتة اللي جاية دي مهمة قوي، اللي هو ازاي تعرف الامبير، ناس كتير بتتلخبط في الايه في الحتة دي، ازاي تعرف الامبير وازاي تعرف الفولت ها وازاي تعرف الاوم. مبدئيا دي وحدات، اللي انا بقولك عرفها دي وحدات، وايه هنكتب جملة هنا مع بعض ها تعريف الوحدة هو ارجاعها لأصلها. يعني انا بقول لك عرف الامبير، انت عارف الامبير دي وحدة الاي، فاكتب جنبها كده اي بتساوي ها كيو على تي، الفولت ها الفي بتساوي دبليو على كيو، الاوم ها يبقى ار بتساوي ها في على اي. عرف بقى كده يا استاذ، انا بقول لك عرف الامبير ها تعريف الوحده هو ايه، احنا اتفقنا ها ارجعها لاصلها. يعني لما اقول لك عرف الامبير تقول لي بقى هي شده التيار عندما يمر ايه كميه من الشحنه قدرها قد ايه 1 كولوم في زمن قد ايه ها 1 ثانية. طب تعريف الفولت ها هي فرق الجهد عندما يبذل شغل قدره قد ايه 1 جول لنقل كمية كهرباء كهربية قدرها قد ايه 1 كولوم. ها الاوم هي مقاومة ايه ها سلك، فرق الجهد بين طرفيه 1 فولت، ويمر به تيار شدته 1 امبير. يبقى دايما يا جماعة لو عرفنا اللعبة دي هنذاكر التعريفات بمنتهى البساطة، انت بس ما عليك غير تحفظ القانون، تطلع لي ها الايه الوحدات، تطلع لي تعريف الايه الحاجة دي الاي والفي والار، انت عرف منها ايه ها كمان تعريف الايه الوحده نفسها اليونت نفسها، تعريف الوحده هو ارجاعها لاصلها، ده مهم جدا. تفتكروا ليه مثلا النحاس ماده موصله جيده للايه للكهرباء، اما مثلا الزجاج او الخشب مواد عازله؟ يمكن يقول لك ها علل الخشب والزجاج من المواد العازله،
اما النحاس فيعتبر موصل جيد للايه؟ للكهرباء. بالعقل كده. ايه اللي يخلي ماده توصل كهرباء وماده لا؟ ها؟ عدد الشحنات الايه؟ الحره. عدد الشحنات الحره في كل ماده. يعني اللي خلى النحاس يبقى ماده عندها توصيل كويس يبقى اكيد عندها ايه بقى؟ ها؟ شحنات حره كتير، وفره من الشحنات الحره. اما الخشب والزجاج ما عندوش شحنات حره خالص، وبالتالي احنا قلنا اصلا كهربا يعني شحنات بتتحرك. طب ان ما عندكش شحنات حره اصلا عشان تتحرك، وبالتالي مش هتوصل كهربا خالص. اذا ده سؤال، ها، علل ليه ده موصل جيد وليه ده مش موصل جيد او يعتبر عازل. لو عندي سلك كده والسلك ده طول، الطول بتاعه زاد، نرمز اللينث او الطول بالرمز L. طب لو الطول يا جماعه زاد، ها، بدل ما كان الالكترون ده هيعدي على مثلا، ها، كذا ذره ويضايقوه، اربع ذرات اهم، بقى هيعدي على، ها، ذرات كتير. اذا هيتضايق اكتر. كلمه هيتضايق اكتر يعني المقاومه مالها، ها، هتزيد. يعني كده المقاومه مالها؟ طردي مع مين؟ مع الطول. كلما زاد طول السلك كلما زادت ايه؟ مقاومته. تمام. طب لو السلك ده تخنه كده، الاريا بتاعته كده، اريا اللي هي ايه؟ السمك. ها، وسلك تاني نفس الطول بس اسمك شويه، اكتر في الاريا شويه، هنا في النص في ايه؟ النواه الموجبه، وهنا الالكترون. طب ما النواه الموجبه دي هتشد الالكترون، لكن هنا بقى النواه الموجبه مالها؟ ها، بعدت شويه عن الالكترون، يعني الرخامه حصل لها ايه؟ ها، الرخامه قلت. طب كلمه الرخامه قلت يعني ايه؟ الار قلت، مع ان السمك حصل له ايه؟ ها، السمك زاد، وبالتالي بقى الار، ها، تتناسب تناسبا عكسيا مع مين؟ مع ايه؟ السمك، او مساحه المقطع. الايه هي رمز لمساحة المقطع أو الأريا أو الإيه؟ السمك بتاع الإيه؟ بتاع السلك. أما هنا الآر، ها، طردي مع الإل. طب الآر طردي مع الإل والآر عكسي مع الإيه؟ يبقى الآر، ها، نظبطها في إيه؟ جملة واحدة، طردي مع الإل وعكسي مع الإيه. قلنا لما بنشوف العلامة دي بنشيلها نحط مكانها إيه؟ ها، يساوي ثابت. يبقى آر بتساوي، ها، كونستنت في مين؟ في إل على إيه؟ يا ترى بقى مين الكونستنت في المره دي؟ قال لك ايه بقى؟ ها، حاجه اسمها المقاومه النوعيه، رو اي، حاجه اسمها المقاومه النوعيه. وانتوا خدتوا ايه في ثانيه ثانوي ان الرمز ده رمز الرو، فانا بحب اقولها ار بتساوي رولا، دي رو ال على ايه؟ يبقى رولا. او لو ظبطناها يبقى رو اي بتساوي ايه؟ ها، رو اي بتساوي ده في ده على ده، يبقى رال، ار اي اوفر مين؟ ها، اوفر ال. ده أول إثبات عندنا في الفصل الأول. هنقول بما أن الآر، ها، طردي مع الإل، وبما أن الآر عكسي مع مساحة المقطع، يبقى الآر طردي مع الإل على إيه؟ يبقى الآر بتساوي ثابت في إل على إيه؟ الثابت ده اللي هو مين؟ ها، المقاومة الإيه؟ النوعية. رو إي بتساوي رال. عايزين نطلع الوحدة بتاعتها، ها؟ المقاومة بالأوم، مساحة المقطع بالإيه؟ متر تربيع، الطول بالمتر، فهتروح متر مع التربيع يتبقى، ها، أوم متر، لا داعي للحفظ. تعريف المقاومة النوعية، ما تحفظش، دي هي هي دي لما يكون دي بواحد ودي بواحد، يبقى التعريف بتاعها هي مقاومة السلك عندما يكون، ها، طوله 1 متر ومساحة مقطعه 1، ها، متر مربع. ده مهم جدا. طيب طلعنا الوحدة وطلعنا التعريف، ها، العوامل المؤثرة على الايه؟ المقاومة النوعية، من اسمها نوعية، يبقى، ها، بيأثر فيها نوع المادة ودرجة الايه؟ الحرارة.